باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة عددا من القضايا الجنائية والإدارية عبر 2194 جولة رقابية خلال شهر رجب عام 1444 للهجرة. وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على تويتر أن التحقيق شمل 241 متهما، وقد تم إيقاف 159 مشتبها بهم ومن أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. وذكرت الهيئة أن المتهمين متورطون بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.